اكو حالات هسه الغريبه، هذا الشذوذ الجنسي، انه يتزوج هو يدري بروحه شاذ، يعني غير مو رجل كامل، نصف رجل ويدعي انه نصف الاخر امراه، ويقدم على خطبه امراه ويتزوج، يعقد عقد قران ويتزوج ويصير هاي، بس ما يصير دخول. فهذه احنا هاي ابرز الحالات اللي هسه استجدد، هذه اصبحت مشكله.